أبو فهد لا تتأخر. أكيد ما رح أقدر أتأخر عنك. خلاص صافي لبن؟ أكيد صافي. أوعدك ما راح أقصر عليك في شيء. من اليوم ورايح. يا سلام، هذا اللي بيه من أول. يلا توصينا شيء؟ سلامتك. إيه أوصيك، خل بالك على نفسك حبيبي. وأنت بعد كمان. الله خلاص مية مية، قلبي ينصر ما تقدر تكلم مع أحد. الولاد فهد يصير مجنون خلاص. ما في خلاص يا ميري، البيت صار فيه هدوء، ما في مشاكل، ما في مشاكل. أنا شنو يسوي؟ إيش ناوية تسوي أنت؟ باقي ماما يطلع من البيت. مدام هنوف؟ إي ماما هنوف. بابا خلاص قرب يصير ملقانة، بابا يبي يكلم أنا، بابا يبي يكون معي أنا. بس بابا ما في مألوم. شلون كيف تلاقي مدام هنوف من البيت؟ أنا عندي كتة. إيش هذا حتة؟ لازم ماما يتحرك، لازم ماما يوقف نوم. ما في نوم علشان شوي شوي يتحرك ويطلع من البيت وما في يرجع. فرقلي؟ إيش يبقى فرقلي هذا؟ هذا فرقلي. شوف أنت أمك منفوضة أول سواقة. ايش يبقى هو مني انا؟ مقابلة؟ هو يبغى كلام تاريخ، كلام انسانية كبيرة. انا ما في ملوم كلام هذا، هذا فرقني مجنوني يا شيخ. خلي ولي اقباله، ما في خلي ولي، لازم مقابلة فرقني، يعني لازم مقابلة فرقني، ملومة، لازم اسوي مجاملة. انا يبغى بزنس ما فرقني هذا. بعدين ايش اسوي ما فرق معاملة؟ هذا هرمه مخ ناشف، يبقى خراب هو، بس هو ما في خراب سهوله. انت ما ياتي شيء؟ لا 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 لا، ما في ياتي الحين. الحين اعطيك كف، رجعته 7 سنة ورا. يا قبالي يا حبيبي يا قبالي، لازم ياتي بنت هبه، اثنين هبه، شمه، اثنين شمه، بعدين شوف شغل ما بنت كيف. حرك مخك يا قبالي يا حبيبي، حرك مخك.